بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان بوتون كولورينج هيكون الحديث إن شاء الله بإذن الله. طيب، الكولورينج اللي هي دخل بالألوان والحاجات الجميلة ديت. أوكي، أنا عندي تقريبا 5 أنواع، 5 أنماط للقصة ديت. الافتراضي بيكون بوتون، ده اللون اللي هو في قلب الفاونديشن واخد اللون الأزرق، والأمامية بتاعته بتبقى باللون الابيض. إيه، تمام، اوكي. لو انا عملت كنترول دي من ده ورحت قلت المره دي بقى هيبقى مش بوتون بس، هخليه سكسس بوتون. انا عملت كنترول اس، عملت ريلود، الاقي الستايل او اللون ده بيجي اللون الاخضر ديت، ممكن تستخدمه استخدام مضيف، يعني المساله نجحت مثلا سيفر كده. كنترول دي معايا على الناحيه التانيه حاجه اسمها سكندري، قربت مثلا مسألة بتبقى احتياطي، يعني بتلاقي واخد سيكوند فين ان كنترول اس، بتلاقوه واخد الشكل الرصاصي ده يا جماعة، كرابط احتياطي يعني. رايت، ما فيش مشاكل. لو انا عملت كنترول دي وعندي اليرت، ده ممكن نكون سبب ان احنا اتكلمنا عنه واخد اللون الاحمر. اوكي، عندي كنترول دي ممكن نتكلم عن ورنينج من اسمها جاء على خلاف التحذير، هتاخد اللون الاصفر معايا. بالاخير لو انا عملت كنترول اي وقلت ديسيبل بوتون دات، هتلاقي واخد كلاس جميل، ديسيبلد. طيب انا مش متذكر ديسيبلد، disabled هتلاقيه هو بيجي disabled كده، حتى لما بتيجي تعمل هوفر عليه بتلاقيه واخد القصه دي كانه مش متاكتف دلوقتي. يعني دولت الانماط بتوعي يا جماعه. المساله بتبقى انت بتحاول تستخدمها بشكل وظيفي، يعني مثلا السكسس ده تدل على ان المساله تمت بنجاح. دولت اللي انت محتاجهم في الغالب في البوتونز بتوعك. لو انت محتاج زرار عادي ممكن تستخدم البوتون العادي، محتاج زرار للاكشنز معاك ادي نتيجه 2 3 4 5 حاجات، ديسيبل وسكسس وورنينج وهكذا. تمام يا جماعه، اوكي، دولت اللي بتتيحهم لي الجانب ده. وعلى سبيل ان الامور تمشي بشكل منطقي وجميل، انت عادي ممكن تستخدم السايز مع الكلرنج في وقت واحد، يعني سي انا ممكن اكتب لارج. المسألة بتبقى يعني هو كلاس يا جماعة، هو كلاس، ايه المشكلة؟ لارج، وبص على السكسيس بتاعت هيبقى شكله لارج شوية، ايه المشكلة؟ هتلاقي ان النص اللي جواه اتغير، بونت الكلام اتغير، بدل ما انت يا نهار ابيض تعمل لارج وتروح تغير في التايبوجرافي، بعدين تروح تغير في السي اس اس بوتونز، بقى تعمل لك مشكلة. لا لا عادي، انت بس بتكتب لارج وهو بيبتدي ياخد اللارج وياخد الكده. فديت فايدة الفريم ورك، انت ممكن تشكل اكتر من حاجه طالما الكيورد بتاعها اوريدي موجود في مكانها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.